خمسة كان أمين عام النقابة الفرنسية، وأختي كان أمين عام الاتحاد قبل أكثر من سنتين. الأستاذ منير زعرور الرحب هي باسمه، وهو مدير أنشطة وعمليات الشرق الأوسط في الاتحاد. أنا ما أقدر أطيل، بس حتى أفتح يعني أمين العام والأستاذ منير يتحدثون مجال نوعية هذه الزيارة وطبيعة النقاشات. بالتأكيد أيضا عندنا قضية مهمة قبل لا نبدأ. أنا يعني أسجل شكري وتقديري لكل الصحفيين العراقيين على موقفهم من قضية الاستفتاء ووحدة العراق. وإحنا بالمناسبة في نقابة الصحفيين العراقيين سجلنا سبق كبير، جميع أعضاء النقابة لم نشاهد أي صحفي كان مع الاستفتاء، استفتاء الانفصال، الاستفتاء السيء، الاستفتاء اللي يريد يقسم العراق، وهذا الاستفتاء اللي رفض من كل دول العالم مطلقا بلا استثناء، باستثناء ربما إسرائيل لأسباب معروفة، لكن الحمد لله جميع الدول. وهذا لا يعني بأننا نرفض الاستفتاء ونرفض كذا، وأيضا ما نعطي حقوق الناس، يعني حقوق المواطنين. طالب الحكومة بأن تكون عادلة لإعطاء الحقوق للمواطنين العرب والمواطنين الكرد والمواطنين التركمان وكل القوميات الأخرى بدون استثناء. يعني عملية التضامن العالمي والموقف الوطني المحلي لرفض الاستفتاء والوقوف مع وحدة العراق بقوة، هذه تحتاج إلى رد من الحكومة، رد إيجابي مع اللاجئين، مع النازحين، مع عوائلهم، إيجاد شيء اللي يخلصهم من المأساة اللي بيها، وأيضا يكافئ المقاتلين المقاتلة ودافعة وقدموا تضحيات جسيمة، الحشد الشعبي، القوات المسلحة، القوات الأمنية، هؤلاء جميعا أثبتوا بأنهم كتلة واحدة، كتلة عراقية لحكم مستقبل البلد. شكرا جزيلا لوقتي في المجال. مستر توني أشكر الأستاذ مهي دلامي على هذه الاستضافة. Alors, en le saluant, je salue évidemment toutes les personnes qui sont ici. Dans la mesure où le travail a commencé, vous sortez, vous êtes toujours plus ou moins dans un conflit, et il est vrai que vous avez beaucoup de défis. أحيي جميع الناس الحاضرين هنا على الدور الذي يقومون به في مواجهة التحديات والصراعات التي تواجههم في الخارج عندما يمارسون عملهم. إلى فرصة السنديكات، لا فرصة مؤسستنا وقوة مؤسستكم تكمن في أنها تقوي عمل الصحفي وتدعمه. Ça passe bien entendu par les salaires, par les conditions de travail, par les retraites. وهذا يتأتى من خلال ما نوفره من دعم لظروف لتحسين ظروف عملكم، لتحسين رواتبكم، ولتحسين الرواتب التقاعدية التي ستتلقوها عندما تنهون خدمتكم. ولكن هذا كله لا يمكن أن يمر إلا من خلال البداية بالحفاظ على أمن الصحفي أو السلامة، سلامة الصحفي. Sans sécurité, le journaliste ne peut pas faire son travail correctement. سلامة الصحفي وأمن الصحفي لا يمكن أن تضمن إلا من خلال العمل الصحيح الذي يقوم بإجراءات ثابتة وصحيحة. Et la question de la sécurité ici est importante puisque vous le savez plus que quiconque. L'Irak est le pays le plus dangereux pour les journalistes aujourd'hui dans le monde. والوضع خاصة هنا في العراق معقد جدا كما تعلمون حضراتكم، فإن عمل الصحفي على خطورته في أرجاء العالم فإنه يعتبر أخطر عمل في أخطر بلد هنا في العراق. سلامة الصحفيين مسألة مهمة جدا للاتحاد الدولي ونقابة الصحفيين ليكم كمؤسسات إعلامية. إحنا الاتحاد الدولي للصحفيين كان منذ بدايات يعني دخول القوات الأمريكية للعراق، وكان مركز للصوت العالمي للصحفيين المهتم بمتابعة شؤون العراق، شؤون الصحفيين العراقيين واحتياجاتهم.
الاتحاد الدولي للصحفيين دخل من عمان جو في سيارات الامين العام ورئيس الاتحاد الدولي لحد وصلوا لبغداد للقاء الصحفيين وتطلع لاحتياجاتهم وكيف وايصال صوت التضامن الدولي مع من الصحفيين العالم مع الصحفيين العراقيين. هذا التضامن ما زال لحتى الان بعد 15 سنه من الازمه، لانه الصحفيين العراقيين حقيقه طوال هذه السنوات الماضيه واصلوا ويواصلوا لغايه الان بذل الكثير من الجهود والتضحيه من اجل انهم يكونوا قادرين على مواصله عملهم.